تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد أزرتي الأطفال وش راكم؟ لاباس؟ راكم هايلين بهذه الألوان الجميلة؟ راكم فرحانين لكم في حصة مع عمو يزيد؟ إذن يا أطفال أنتم تاني لكم تشاهدوا فينا إلا حبيتوا تفرحوا كما هاد الأطفال اللي راهم معنا اليوم وحبيتوا تشاركونا هذه الفرحة وتحضروا معنا ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك. إذن يا أطفال لما تشاركوا في التسجيل لازم شوية على الصبر لأن التسجيلات راهي كثيرة 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 على بالنا بلي تحبونا احنا تاني نحبكم ماذا بينا نستضيفكم كامل إذن ما عليكم إلا شوية على الصبر راح نتصلوا بكم. يا أطفال كالمعتاد نبدأ دائما الحصة تاعنا بيوم عالمي مهم ومفيد في حياتنا نتوقفوا عنده. على بالكم في كاين أيام عالمية ودولية كثيرة كثيرة اللي تخلينا نتوقفوا باش نديروا حوصلة ولا باش نتوقفوا عن شيء مهم. وفي هذه الفترة هذه منذ سنة 2014 في 31 أكتوبر كاين اليوم العالمي للمدن. هذا اليوم العالمي للمدن هو لتشجيع العمل الجماعي باش تكون برك تشوفوا بالمرات كاين دعاية هكذا تشوفوا من أجل مدينة نظيفة من أجل يعني هذا اليوم العالمي هو لتشجيع هذا العالم لتشجيع هذا العمل حتى يكون عندنا مدن تكون المدن تاعنا نظيفة يكون العيش فيها جميل. إذن هذا هو الهدف من هذا اليوم العالمي حتى يكون عندنا عمل جماعي وانسجام ما يجعل المدن تاعنا والأحياء تاعنا شاملة للجميع وملائمة لحياتنا. يا أخي تحبوا الألغاز؟ أبي تحبوا الألغاز لذا اليوم راح نطرح عليكم لغز. لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي يلتهب عندما تضربه على رأسه؟ نعود اللغز. ما هو الشيء الذي يلتهب عندما تضربه على رأسه؟ انتوما عبالي بلي شاطرين بزاف فكروا إلى غاية نهاية الحصة انتوما وأصدقائنا الأطفال اللي يشاهدوا فينا للجواب على اللغز ما عليهم إلا يتوجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بهذا الشكل. والشاطر يعطينا الحل أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال فكروا في هذا اللغز بديتوا تعرفوا شوية الجواب سهل ولا صعب؟ سهل برافو. إذا فكروا إلى غاية نهاية الحصة كاين شيء مهم رانا نعيش في هذه الفترة ستينية مؤتمر وش هو أول مؤتمر في ثورة التحرير؟ مؤتمر اللي كان في سنة 1956 مؤتمر تعرفوا مؤتمر قولي لي واسمك بنتي رفع الله يبارك واش هو المؤتمر مؤتمر نسيتي اوكي شكون اللي يعرفه واسمك وليدي سيدة علي شنه واش هو المؤتمر مؤتمر صمام اللي كان في اي يوم شكون اللي يعرف في اي يوم واسمك بنتي مريم الله يبارك 20 أوت في أي سنة واسمك بدر الدين في أي سنة 1962 مشيت 62 شوفوا واحد آخر واسمك وليدي
فيصل. في أي سنة؟ نسيتها. في أي سنة؟ 1956. 56. واسمك؟ عماني محمد. الله يبارك. الله يبارك. برافو برافو. إذن مؤتمر سومام كان في سنة 1956 في يوم 20 أوت، هو أول مؤتمر اللي نظمت فيه ثورة التحرير صفوفها. في كل مرة رانا نعودها في كل حصة. علاش؟ لأننا في 2016 احتفلنا بالذكرى 60 مؤتمر سومام. مليح أننا نتوقفوا عند هاد التواريخ. لذا طلبنا اليوم من أيمن الباحث أنه يدير لنا بحث عن مجاهد العقيد الطيب الجغلالي. إذن تفضل أيمن بهذا البحث. مساء الخير يا أطفال، اليوم جيت نحكي لكم على عقيد طيب جغلالي. ولد سنة 1916 ببلدية عمارية ولاية مدية من عائلة فلاحية متوسطة الحال. حفظ القرآن الكريم وتلقى تعليما ابتدائيا بمقصد رأسه. التحق مبكرا بصفوف الحركة الوطنية وذلك السنة 1937 في صفوف حزب الشعب الجزائري. تكلف بمهمة تنظيم خلايا النضالية بمنطقته، وظل على هذه الحال إلى أن اكتشفت السلطات الاستعمارية أمره فسجنته ثم نفته لمدة 4 سنوات خارج منطقته. فاستغل هذا النفي لينتقل في سهول متيجة وقرى ومدن مدية والبوليدة لنشر أفكار ثورية. عند اندلاع ثورة حرارية في نوفمبر 1954 كان من الأوائل الذين لبوا النداء وتكلف بالامداد العسكري كجمع الأسلحة وبناء المخابئ وجمع الأموال. سنة 1957 عين مسؤولا للمنطقة الولاية الرابعة. وبعد زيارته لتونس سنة 1958 رقي إلى رتبة عقيد وأسندت إليه قيادة ولاية السادسة بعد استشهاد عقيد سي الحواس. واستطاع العودة مع أكثر من 200 جندي وضابط. وبعد أن اخترق خط موريس وشال والتحق بولاية الرابعة يرتب أمور الانتقال إلى قيادة الولاية السادسة. استشهد في 20 جويليا 1959. شكرا 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 أيمن. شكرا 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 أيمن. واش رأيكم يا أطفال؟ مقبلة عمو يزيد. عمو يزيد قال لكم باللي تكلمنا على اليوم العالمي للمدن. أنا اليوم جبت لكم أغنية تتغنى بالبلدة، نقول فيها بلدتي يا بلدتي. يلا تغنوا كامل معي يا بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك إن ما عدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي. بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان. بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان. يا هنايا يا أمان في حما بلدتي. عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي. عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي. يا محلى أوقاتي فيها طفولتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك إن عدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي. فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي. فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي. في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي. فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي. فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي. لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك إن ما عدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي. رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي. رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي. لما
ونلعب في الفناء حتى آخر ساعتي. أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي. أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي. إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي. فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، ووديان أتسيل مأبهاها غابتي، وهضاب وجبال وشعاب وتلال، وهضاب وجبال وشعاب وتلال، وتاريخ ونضال مأغلاها بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي. برافو 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 برافو. عجبتكم الأغنية؟ إذن الأغنية تتغنى ببلدتي. إذن الإنسان دائما عنده حنين للبلدة تاعو اللي تربى فيها، اللي عنده فيها أصدقائه، اللي درس فيها، اللي عنده الرفاق نتاعو. يا أخي تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن ماذا بيا كامل ترحبوا بعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية بألعاب الخفة. تفضل عمو سليم. مرحبا. سليم يا أطفال. واش رأيكم دركا عمو يزيد؟ تحبوا الحكايات؟ إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية اليوم. يلا معايا كامل.
إذن يا أطفال كما وعدتكم مقبلة، عمو يزيد راح يحكي لكم دركا حكاية العصفور والثعلب الماكر. واحد النهار في الغابة كان واحد العصفور عنده عش في الشجرة وعنده البيض ديالو، كان يحافظ على البيض هذاك وكامل، ولكن من الجهة الأخرى تاع الغابة كان جاي واحد الثعلب الماكر يمشي هكذا، يمشي ويقول راني جيعان اليوم، لازم نصيب واحد نفترسو، لازم نصيب فارسة، راني جيعان لازم نصيب شي حاجة ناكلها. قاعد يمشي يمشي هكذا، من بعد طلع راسو شاف هذاك العصفور بالبيض ديالو. قالوا اسمع يا عصفور، ارمي لي هذاك البيض لازم ناكلو ولا نطلع ناكلكم كامل. خاف هذاك العصفور، قال له علاش؟ قال له انا مسكين وهادو ولادي، وعلاش تاكلهم لي وكامل؟ قالوا انا نقول لك بعث لي هذوك البيضات هذوك باش ناكلهم، وقعد يستخايل في روحه كاش ياكلهم وكامل. قال له صحه. قعد هذاك العصفور يفكر كاش يدير باش يسلك من هذاك الثعلب الماكر. بعد صاف فكره، قال له شوف، قال له رجع العشيه مع غروب الشمس، قالوا راح نحضرهم لك، راح نوجدهم لك باش تاكلهم وتستلذهم. قالوا صح، قالوا من العشيه نرجع باش ناكلهم. قالوا صح. راح هذاك الثعلب وهذاك العصفور قاعد يخمم، يا ربي كيفاش ندير كيفاش ندير كيفاش ندير. بعد جاته فكره، راح بحث على حجاره، يعني حجر يشبهوا للبيض، مدورين هكذا كل بيض بيوضه. راح حوز كاع في الغابه وكامل وجابهم، جاب 4 ولا 5 هكذا، حطهم في العش هكذا ويستنى في هذاك الثعلب الماكر. لما جاء هذاك الثعلب قال له وراه البيض تاعي وحضرته لي؟ قالوا نعم انا حضرته لك. قال له راه واجد. قالوا افتح فمك برك هكذا. قالوا ما تمدغ ما والو. قالوا بلا برك. فتح فمه هكذا وقعد العصفور يرمي له هكذا في الحجر هذاك اللي شبه للبيض، وهذاك يبلع ديركتوم، يبلع هكذا مباشره، عم بالو يبلع في البيض، يبلع يبلع يبلع، ومن بعد بدات كرشو توجعه، كرشو توجعه، قد يتلوى 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 هكذا، هذاك الحجر كامل كامل في الاستومه تاعو يتلوى هكذا. وهذاك العصفور قال له شفت كي تظلمني. عمو يزيد، نستخلصوا من هذه الحكايه انه لا يجب ظلم الاضعف منا. بالضبط. برافو 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 بوبي. بوبي دائما يجيب لنا حكم وعبر. اذا يا اطفال لازم دائما الرفق والعطف على الضعفاء. لازم الانسان كي يكون ضعيف ما نستهزاوش به، ولازم نتهلاو فيه. يا اخي يلا عجبتكم الحكايه يا اطفال؟ دركا لحقنا لواحد الفقره انا نحبها بزاف، هي وين تجو تحكوا لي النكت ديالكم. شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعالي بنتي تعالي تعالي بنتي تعالي اروحي اقعدي. واسمك؟ ماريا حموم. وين تسكني؟ سكن في بليده. خيارنا. مدينه الورود. مدينه ما جبتيناش ورده من بليده. مدينه الورود نورمالمون اللي يجي من بليده ولا ولايه بليده يجي معاه ورده. مدينه الورود. احكي لنا النكته تاعك بنتي. قال لك واحد البرغوت وبرغوته راحوا للسينما، وكي خرجوا قالها واش حبيتي نركبوا في كلب ولا نحو نمشوا؟ برافو برافو برافو. تعالي بنتي روحي روحي تعالي تعالي اقعدي. واسمك بنتي؟ نهال. نهال وين تسكني نهال؟ باب زوار. باب زوار. احكي لنا النكته تاعك. كان واحد النهار وحلول جاب لابتوب جاي شارجين في الدار، ومن بعد جات مالو جات ركبت فيه، قالت له يا وليدي شحال الوزن؟ قالها 6 ملايين. قالها توزني 6 ملايين. قيس القيمة تاع اللابتوب يعني. برافو برافو. تعال تعال وليدي روح تعال اقص. تفضل وليدي. واسمك؟ صفوان. وين تكون صفوان؟ باب زوار. خيار الناس. واش هو اللغز تاعك؟ Je suis la première de mes 25 sœurs. Quand je suis pas là, Paris est pris. Et je suis 3 fois en Canada. Ok. تعرفوها؟ شو هو الجواب؟ لو أ. ها؟ لو أ. برافو برافو. إذا لو أ. اوكي. Okay. لو أ. تعالي أروحي. تعالي.
اقعدي بنتي، واسمك؟ أميرة. أميرة، وين تسكني؟ في بليدة. في بليدة، ما جبتيش وردة أنت تاني؟ حنا عطينا لك وردة رسمناها لك وكامل، ما جبتيناش وردة. يلا احكي لنا النكتة تاعك. واحد الراجل عينيها كبار، ما لا يشوف الزيتون يشوف دلاعة. راح عند واحد يبيع زيتون، قال له هو يعطيني ربع دلاع. قال له هذا مش دلاع، هذا زيتون. بعد قال له روح تايا تبيع الدلاع وتزيد تكذب بيا. عملوا دلاع. برافو، تعال اروح. تعال، واسمك؟ مقران. وين تسكن مقران؟ في بليده. ما جبتش ورده انت تاني؟ خيار الناس. قولي وليدي النكته تاعك. كاين واحد راجل خلو مسمار في رجله، ومن بعد راح للطبيب ينحيه له، لو قال له الطبيب 250، ومن بعد قال له عوجه لي برك. برافو 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 برافو. يا اطفال لحقنا دركا، ركن الجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي يلتهب عندما تضربه على وجهه؟ شكون اللي عنده الجواب؟ تعالي بنتي، روحي. واسمك؟ شاهد مرابط. وين تسكني شاهد؟ في براقي. في براقي، خير الناس. وش هو الجواب؟ ظلامات. واسمه بالعربية؟ تفضلي لمكانك. شكون اللي يعرف اسمه بالعربية؟ تعالي روحي. تعالي، وش هو الجواب عن اللغز؟ نسيته. واسمه؟ نسيتيه؟ معلش روحي تفكريه ورجعي. واسمه زلاميت بالعربية؟ تعالي تعالي تعالي، معلش قالتو مي. واسمك بنتي؟ سانز. واسمه؟ عود الكبريت. عود الكبريت، فوالا. نعطوها الهدية اللي قدنا زلاميت، نعطوها الهدية. إذا تعالي تعالي بنتي، تعالي نعطيك الهدية تاعك. تعالي تعالي. إذا واسمه زلاميت بالعربية؟ كبريت. عود الكبريت. عود الكبريت، فوالا. إذا عمو يزيد هدي لك هدية لكاع الناس يسيبوا اللغز. قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة. عفواً. وهذا سيدي عمو يزيد من حق الطفولة، فيه 22 أغنية، إن شاء الله تفيدك. يلا تفضلي بنتي مكانك. شكرا. عفواً. العفو بنتي، العفو. والآن لحقنا الركن عيد الميلاد. عيد الميلاد ياسمين 7 سنوات، تفضلي معي ياسمين، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لها الجاتو، وإحنا نغنوا لياسمين عيد ميلادك أحلى عيد. يلا بنتي تعالي ياسمين، يلا تعالي. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها.
واسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمال هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو. إذن سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد. يلا برافو 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 برافو. إذن برافو برافو. إذن ياسمين عندك شهادة المشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم كامل يا أطفال عندكم شهادة لكل واحد في نهاية الحصة. يا أخي في ظرف، في ظرف جميل كما هذا. تفضلي بنتي تفضلي. إذن أنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على نفس التوقيت في نفس القناة. حبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.